يقول السائل حفظكم الله: علمت أن بعض أهل الجنة يتمنى الولد فيعطى ذلك، فهل علمت أن بعض أهل الجنة يتمنى الولد فيعطى ذلك؟ يتمنى الولد، الولد. نعم نعم. يقول فيعطى ذلك، فهل هذا الولد، فهل هذا الولد يتربى مع أبيه في الجنة وهو صغير؟ الله أعلم، نحن لا نقول في الجنة ولا في علم الغيب إلا بما إلا بدليل، لا نعلم ما أثبته الدليل أثبتناه، وما لم يذكره الدليل توقفنا عنه، وما نفاه الدليل نفيناه. نعم.